السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم راح نديرو مع بعض ديساغ بنين وسهل. الديساغ هذا يحتاج كمقادير: إطرة حليب 150 غرام، سكر 3 مغارف نشا، تقدروا تبدلوا النشا هذا بالكريم باتيسير اون بودغ. نحتاجو كريم ديساغ كراميل، فلون كراميل، ونحتاج ياورت ناتور وحدة، وراح نحتاج شوي شوكولا 60 غرام هكاك. راح ندير شوكولا نواغ، ديروا شوكولا اللي بغيتو. واش راح ندير؟ اول حاجه راح نديرو مع بعض الكراميل. نحطو الكميه تاع السكر، نحطو الكميه تاع السكر على النار حتى نذوب. بعد لي تذوب الكميه تاع السكر وترجع كراميل، نزيد لها اون بواط تاع ياورت ناتور. في الاول تتحجر لكم ومن بعد يولي يرجع يذوب كلش. خليه دائما على نار هاديه، تبقاو دائما تخلطوه حتى يذوب الخليط بعد اللي يكون تحجر لك. دونك هنا واش راح ندير؟ راح نزيدو الكميه تاع الحليب اللي درنا خلطنا معاها النشا، تعاودوا تخلطوها شويه، ونزيدوها هنا بشويه. نبقاو نخلطو حتى يتقال هذا الخليط. لاكريم تاعي بدات تعقد، نطفي عليها النار، نقسمها على زوج، نص نخلط فيه الشوكولا والنص الثاني نخلط فيه كريم ديساغ كراميل. ونخلطهم في زوج. هكا حتى نذوب الكمية تاع الشوكولا كيف كيف الكريم ديساغ. نصب أول طبقة ونحطها في الفريجيدار تحكم روحها شوي، ومن بعد نزيد الطبقة الثانية. بعد لحطت لاكريم تاعي في الكونجيلاتور 5 دقائق تحكم روحها، ونزيد لاكوش تاعي، لاكوش تاع الشوكولا. هنا بلا ما نعاود نحطها في الكونجيلاتور راح نزيد لاكوش ثالثه، بيسك هذه خديت هذا برا دار حكمت روحها شوي. دونك نزيد طبقه اخرى من لاكريم بالكراميل. نحط الكريم تاعي في الفريجيدار حتى تبرد مليح، ونزينها بالتزيين اختياري، كل وحده تزين كيما حبت وتكون جاهزه للتقديم. هنا الكريم تاعي راهي بارده وواجده، نزينها وتكون جاهزه للتقديم.
نتمنى تكون لافوزات عجبتكم، تاكلوها بالصحة والهنا.